السؤال الأخير يقول: ما حكم من يحلف يمينا ينكر فيها حدوث شيء مع أنه حدث ولكنه لا يعلم بحدوثه؟ فقد حصل أن عملنا عملا يسيء إلى أحد الناس، فجاء ذلك الشخص وسأل والدنا هل عملنا نحن ذلك العمل، ولكن والدنا أنكر وحلف يمينا أننا أبرياء من ذلك مع أننا قد فعلنا ذلك، ولكن والدنا لا يعلم، فهل يجوز أن نكفر عنه وهو لا يعلم، أم نخبره وهو يكفر بنفسه، أم ليس في ذلك إثم؟ أول شيء يجب على المسلم أن يحافظ على يمينه ولا يتسرع إلى اليمين نعم إلا عند الحاجة وإذا كان متأكدا مما يحلف عليه. أما بالنسبة إذا حلف الإنسان على أمر أنه حصل أو لم يحصل بناء على غالب ظنه فتبين بخلافه فلا إثم عليه، أنه حلف على غالب ظنه فلا إثم عليه، ويكون هذا من لغو اليمين. أما إذا حلف كاذبا متعمدا فإنه يأثم بذلك وليس عليه كفارة، لكن عليه الإثم ويستغفر الله ويتوب إليه، والله يتوب على من تاب. أما الكفارة فإنها لا تجب إلا في اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. اليمين فالكفارة إنما تكون في اليمين على شيء مستقبل، أن يفعله أو لا يفعله أو إن لم يفعله. أما الأمر الماضي فهذا إن كان كاذبا متعمدا فهو آثم وعليه التوبة إلى الله، وإن كان حلف على غالب ظنه فبان على خلافه فلا حرج عليه، أن هذا يعتبر من لغو اليمين. نعم.